طيب قبل أختم، يعني بلغني عن بعض الناس يقول أن الحجاج الإيرانيين قبل أن يأتوا الحج يعملهم دورة تدريبية وتحرز وانتبه، يقول لهم هناك في الحج في وهابية، شباب تلقى ملتحين ثياب قصيرة، ينظر لك نظرة حقد وربما يضايقك، ربما يمر بين يديك وانت تصلي. فبعض الناس يصدق هذا الكلام، يعني يصدق ويؤكد في نفوس حجاج إيرانيين بتصرفاته مع الحجاج الإيرانيين. حتى واحد منهم يقول شفت الإيران قاعد يصلي بالحرم، كان أدوس عراس، كان يعني زحمة معمود محاسب، كان أدوس عراس فركت وجهه بالأرض. من قالك هذا يجوز؟ أنت أكدت عندهم أن أهل السنة حاقدين، طائش يفعلون، أكدت عندهم هذا الشيء. كثير منهم عامة يجهلون وقد ضحك عليهم. أنت لابد أن إيش تظهر الصورة الحسنة عند الموحدين أهل السنة، أنهم حقدهم، هم لا يحقدون، هم يبغضون في الله، لأن هؤلاء يشركون بالله عز وجل، وهم يحبون الهداية لهم وينصحونهم. لا أن تصدق ما قيل. وأنا كنت في الحج، أنا اللي حدثكم في حملة مندكار، جالس تقريبا بعد الساعة 11 أنا واحد من الأخوة، وإلا بأربعة إيرانيين دخلوا علينا، إيرانيين حجاج. قالوا إيراني إيراني، السلام عليكم، وين المشايخ؟ ولا واحد من على باب الحملة من الإداريين في الحملة دخلهم، جاي معندي قالوا السنة عنكم إيرانيين، إحنا بالحج. نعم، قال إحنا سنة، ما شاء الله، تفضل هات الشاي هات القهوة. قال إنهم كانوا رافضة وجاءوا للكويت يعملون، وأنهم عرفوا مذهب أهل السنة في الكويت، وإنهم تسنن هم وأزواجهم. قال والله لما كنا هناك ما نعرف شيء ومغيب عنا تماما. قال ومما وصونا به قبل مجيء الكويت، قالوا شوف ترى الكويت فيها وهابية منتحين وثيابهم قصيرة، في عقيدة الوهابية تقتل أربعة شيعة تدخل الجنة. يقول إحنا جينا على هذا الأساس أن فعلا في وهابية وفي هذا حد وهابي. شوف ها يقولك لحايا ها أربعة شيعة تدخل جنة. يقول اشتغلنا في ميدان حولي نبيع سجاد إيراني في معرض، يقول يدخلوا على ناس مش واحد ولا اثنين، كثير ناس ملتحين ويجون مع زوجاتهم يدخلون يطالع منهم من يشتري منهم من يسوم من يطالع ويمشي، ولا واحد لا ضربني ولا. يقول في البداية إذا دخل ملتحي أول مرة قلت أكيد هذا أنا واحد بدور ثلاثة غيري. يقول هكذا قيل لنا، والله فعلا يدخل عليهم بغزاء، يعني صراحة مخيف شكله، يعني ها ويقعد يطائي خزة بعيد راح فيها، يكذبون عليهم يا أخوة. فأنت لا تروح تضرب لك واحد أو تعدي على واحد من الحجاج الإيرانيين أو تدوس على راسه مش عارف إيش، تأكد الكلام الذي يكذب به علينا والله يا أخوان. قال ثم أن مشايخهم، وقال والله لا يعرف العلم شيئا. قل عمامة في الرواية وفي الرواية، ورتل لهم بالصوت المعروف هذا وبكيهم يلا مشينا، ما يعرفون شيء. يقول لو تسأل عن آية عن تفسير عن كذا ما يعرف. ولاحظ روايه وفي رواية وفي رواية، ما يقول قال الله قارس، كلها قصة وكلها كذب. قال هم بحاجة ماسة إلى أن يدعون إلى الله عز وجل. قال والله إن الله وفقنا وأكرمنا أن جينا الكويت وعرفنا مذهب أهل السنة، وشاهدنا بعض حلقات حق بعض المشايخ ذكروا من عثمان الخميس، واستفدنا منه وتسننا والحمد لله، وقال أنا وزوجتي ورجعنا هناك وتغيرت وجوهم علينا، قلنا إحنا هذا هدانا الله عز وجل وهذا هو الحق. يا أخوان التوحيد قوي ثابت والشرك باطل ذاهب، علينا بالدعوة التوحيد، نعلم الناس التوحيد، مو تدوس على راس هذا وطق هذا. بعض الناس هذا سب مسابق، يظن أن دعوة التوحيد سب. الفرس العجم، طيب عجم وإذا عجم؟ عجم الله خالقهم بعد، وفي عجم مسلمين وسنة وعلماء في التاريخ كانوا من فارس وغير فارس، ما تخلي المسألة عصبية، هذا غلط. دعوة إلى الله توحيد دين، اقنعهم. لا بد يكون عندك إيش، حتى الشيخ سامي بن تيمية يذكر رحمة الله أن الرد على الرافضة يجب أن يكون مقرون بحب إيش هدايتهم، فقط تنكر عليهم تهديه، أنت قصدك أنك تهديه أنك تعلمه، مش بس شتم شاتم. ثم الشتائم هذه قد تؤدي إلى فتن، اليوم كلها حروب طائفية في كل مكان.
يعني لابد من معرفة الحق وإيصاله بطريقة جميلة، بطريقة سلسة، بطريقة مقنعة. تقدم هذا المعروف الطيب اللي عندك، الدين هذا العظيم التوحيد، حتى الناس تقتنع، حتى يهتدي الناس. وانظر إلى قصص الأنبياء كيف كان. يا قوم يا قوم، يدعون برأفة وشفقة ومحبة وحب خير، مش بالسب واللعن أبدا. ما هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم السب واللعن. وفق الله وياكم المحب والرضا، وكل ما تسمعون. وصلى الله وسلم بارك على محمد.